إذا كانت المرأة متوضية ولامست زوجها لمسا غير مقصود وأرادت أن تقرأ في المصحف الشريف، هل يجوز أم أنه انتقض وضوءها بمجرد ملامستها لزوجها وتحتاج إلى وضوء جديد؟ اللمس بين المرأة والرجل إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما الخلاف فيما إذا مس أحدهما الآخر بشهوة. من العلماء من يرى أن ذلك ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الخارج. نعم.